السلام عليكم متابعينا الأعزاء، وبالخصوص هذه الرسالة كنوجهها أنا شخصيا لخواتات أمي عيشة. خواتات أمي عيشة، هذه رسالة خواتاتي لكم، هذيكم منا كاملين. هذه رسالة كنوجهها، إلا ما درتوش واحد الحاجة بعدا، إلا ما درتوهاش سيروا ديروها، ما تنسوش سيروا الجمعية ديال حقوق الإنسان، أو حدا جمعية حقوق الإنسان باش تدخل لكم في الموضوع، عندها محامين ديالها، عندها كل شيء ديالها. هذه وحده. هذه ثاني حاجه باش ما تمشيوش واحد الحاجه باش تفهموها، هذيك المجرمه كما قلتو دارت محامي، ياك هذا تحليل شخصي ديالي انا، دارت محامي. هذاك المحامي اختي، هذاك المحامي يلا دارتو، يلا بيدرس القضيه كاملة، يلا بيعرف اش بيدير، حيت هو دابا دارتو لاش باش يدافع عليها، ولو الى كاع كانت دايره شي حاجه ودارت نيت وفعلت نيت، حيت باقي مازال ما بانت الجوتا، يعني راه باقي مازال ما كاين والو. الله يرحم الوالدين، يعني شنو هادي؟ حيت ديك قتلات ذبحات حرقات ها باقا هضره. الله يرحم الوالد، كنتمناو هادشي كله يكون تنحلمو. ما عليناش، نكمل لكم الموضوع اللي غادي تنهضرو فيه. هاديك السيده قلتو بغات تبيع الدار، يعني بغات تدافع على راسها. هذاك المحامي با ياخذ وقته، يلا يلا بيدرس بديما التأجيل، الجل ندرسو القضية، يعني بغات بينا نشوفو واحد القضية ماراطونية، يعني سير على الله، حنا ما كنتمناوش هادشي من القلب الخالص. زيدون هي قلتو دايره راسها احمقة، تدخل وتخرج في الهضرة، هي صالح المحامي تا هو نيت باش يطول الجلسات، واش فهمتيني؟ في الاخر بيلوحوها في السبيطار والسلامة. هادشي اللي غادي يديرو، هذا هو اللي الاحتمال اللي يقدروا يديرو داكشي باش بيبدو تعطلو في القضية، وانتوما كتكهربو كيطلع عليكم الدم. سيروا لجمعيات حقوق الانسان، البوليس دارت خدمتها وهزو داكشي اللي بيه هزو، راه مايمكنش مسرح الجريمة يخرجوا منو الا ما هزو منو كلشي. تتقولوا لهم لا يخصهم يعاودوا نقلبوا البير نفعلوا نتركوا، هما راه البير الا طاحت فيه شي حاجه راه غير يتم دوك صحاب مسرح الجريمه، تعرفوا الاثار، تعرفوا حنا ما غاديش نعرفوا احسن منهم. وحنا كنتمنوا امي عيشه تبان في اقرب الاوقات، وهذه مداخله من عندي انايا اللي هذا راي شخصي بحكم التجربه ديالي. انا سائق مهني اللي كنت 22 سنه وانا شيفور، يعني شفت وعشت وعرفت وركبوا معايا ناس وتعاودوا لي الناس، فهمتيني؟ يعني هذا تحليل شخصي بسيط، يعني باش حتى نتوما ما تبقاوش ديروا سيروا لجمعيات حقوق الانسان، ويدير سيدي ربي خير ان شاء الله في هاد القضيه تحل باقرب الاوقات. نتوما عارفين المصالح الامنيه ولا الشرطه القضائيه ولا قاضي التحقيق ولا وكيل المالك ولا، لان دابا راه الفيديو شويه راه ماشي دار الجرا فهاد الجال ديك الجي، راه الحمد لله حنا راه ما مخليينش من جهدنا ما مقصرينش، الا غبرنا راه غير الظروف شخصيه، هادشي اللي كيخلينا نغبروا عليكم شويه لا غير. اما هذيك السيده راه في قلبنا، اقسم بالله الا في قلبنا ومعنا، وديما تنفكروا تنحاولوا اننا نلقاو ولو طرف خيط ونفرقعوا به هذه القناه باش نوصلوا للمتابعين، باش يوصل الصوت ويوصل السلطات ويقلبوا هذاك الخيط اللي لقينا. ونتمنوا من الله، كنتمنوا من الله الخير ان شاء الله، يكون خير ان شاء الله. متابعينا الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله، سمحوا لنا الا طولنا عليكم. تيجريو ليل نهار، تيجريو ليل نهار هاد الخدمة. المتابعين اكيد راهم معاكم.